شو رح يصير هلأ؟ نعم فضل الله، شفت خبر الشهداء؟ فقلقت عليك كتير. انت منيح؟ منيح، يعني جسمي منيح، ما تصابت؟ الحمد لله. متت من خوفي انه يكون صار لك شي لانه ما حطوا اسماء الشهداء بالخبر. لا تقلقي. لا بدي اقلق، ورضياني ضل طول عمري قلقانة عليك. انت ما رح تقول شي فضل الله؟ شو بدي اقول؟ رح يجوا يطلبوا ايدي. لا، ابن واحد من اصدقاء بابا، وبابا مصر انه يزوجني اله غصب عني. ألف مبروك. عن جد عم تحكي؟ الله يسعدك. لا عاد تتصلي فيني سوء. أخي كيفك؟ أنا منيح، وإنتو؟ مناح، داهمنا مقر سانجار. بدوني؟ معقولة تساوي هيك فيني؟ المهم ترجع بخير وسلامة. شو عم تساوي؟ شو بدي ساوي؟ والله طقت روحي من هالمشفى. شو أخبار سو؟ ما بعرف، ما عاد حكينا. قلت لك انتهت علاقتنا. خلص لا تتضايق، هالشغلة نصيب. بس أنا كتير بحبها. طيب أنا لازم سكر بشوفك. شو صار؟ أخي فضل الله بيحب بنت، بس رح يعطوها لغيره. شو الحكي؟ وشو السبب بقى؟ لأنه الغير غبي، على طول بيقلا أنا عسكري وممكن استشهد، ومن هالحكي هاد وكتار عم يطلبوا البنت. طلع فيني، شو رأيك نخطفه إياها؟ مشان الله اترك هالسلاح من إيدك. ليش العسكري بيترك سلاحه؟ أصلاً هالسلاح قديم ومو شغال. شغال ولا لا؟ قوم رح نخطف البنت. شو عم تساوي؟ استغفر الله رب العالمين، بعت لي اياك من السما. بتعرف اخيرا لقيت حدها يفهم علي وافهم عليه. وين بيت البنت؟ بدنا شي ساعتين بالسياره. يلا امشي. ايه يلا. شو عم يصير هون؟ ما في شي اختي، سمعنا صوت قوي جاي من برا. يعني كيف بتتركني هيك؟ أنا بحبك كتير. بنتي لسه ما لبستي لهلأ؟
أمي ما رح أقدر أعمل هالشي. يا حبيبة قلبي صدقيني أنت عم تستني فضل الله على الفاضي. شفتي هو ما بده ياكي. طلعي على أرضة شاب شخصية وحلو وأموره المادية ممتازة وأهله ناس معروفين، يعني وضعه مثل وضعنا. بيقولوا يلي مثلنا تعوا لعنا. بس أنا بحبه كتير لفضل الله. بس هالولد مو مناسب لإلك صح؟ اسمعي كلامي وما رح تندمي. يلا يا روحي مسحي دموعك وفرديها شوي. ليكي رح يجوا بعد شوي ليطلبوا إيدك، قومي جهزي حالك ماشي حبيبتي؟ يلا. هون؟ هون على الأغلب. ايه ايه هون البيت. قديش بدك؟ 850. هي شو؟ شو انت شوفير تاكسي ولا حرامي بدك تسرقنا هلا؟ قطعنا مسافة طويلة يا أخي. وقف عندك، ما بسمح لك تسرقنا، عم تفهم؟ أنا بترجاك يا عمي نزل هالسلاح وطول بالك. ماشي يا أخي. أنت اكتب لي رقم حسابك هون وأنا بحط لك المصاري. ليك أنا عسكري ها، لا تشغل بالك أبدا. طمن. ولا يهمك أخي على حسابك كمان. خلاص وبلا العفاضي خلاص. شكرا. أنت جاهز؟ جاهز. امشي يلا. تعال نشوف. كل شيء جاهز؟ قربوا وصلوا. كل شيء جاهز، طول بالك، ليش متوتر؟ ايه كتير منيح. ها وصلوا، يلا روح افتح الباب. السلام عليكم مرت اخي. عفوا بس مين حضرتكم؟ نحن من طرف العريس. وينها بنتكم؟ وانتو شو بتريدوا من بنتنا؟ يا عمي جينا على سنة الله ورسوله نخطف بنتكم سو. شو؟ انت شو عم تقول؟ لا توقف في طرينا. شو عم تساوي؟ هذا عسكري متقاعد، اصحكم تمزحوا معه. سو سو امشي. ماشي اهدى اهدى شوي. تحرك سو. وقف ماشي اهدى اهدى يا اختي. وينك انت سو؟ وين سو؟ مجاهد انت شو عم تساوي هون؟ جينا لنختك. لوين؟ عالكربايه لعند حبيبك. انتو جايين تخطفوها؟ والله اذا البنت موافقة وعمرها فوق ال 18 تتزوج يلي بدها اياه، واصلا هي وفضل الله بيحبوا بعض، ما حدا بيفرق الحبايب ابدا. يلا لا تواخذوني انا رايحة. شو؟ ما حدا يقرب. اصحك ساعدونا، اتصلوا بالشرطة، ساعدونا، استنوا ساعدونا. بنتي يا بنتي وقفوا، ما فيكم تعملوا هيك. بنتي ساعدونا. لا تهربوا، لحقونا يا جيران، عم يخطفوا. تعالي سو، لوين اخدينا؟ لا تواخذنا سو، بتحب حدا تاني، فهمت؟ يعني اتركها بحالها. هذا شو عم يقول؟ مثل ما سمعتوا، انا بحب فضل الله. انتي اللي انا ابني بالناقص منك، تعال لهون. تاكسي يلا يلا، ما حدا بيفرق الحبايب. بنتي عندك. بنتي لا تروحي معهم. جبي سو يا بنتي. يلا عمي بطل الكلام، يلا سلام، وقفي لا تروحي. معقول خطفوا بنتنا قدام عيوننا؟ لا بنتكم هي اللي راحت معهم برضاها. شو بدنا نساوي هلا مجاهد؟ والله انا انتهيت. ونحن انتهينا كمان، الله يمضيها على خير. خدي